بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وليوحن كدحجنا سورة البقرة وحنو قصد دم بيسي وحب حنطة وناقئي خير كمركة كجراء ومدونا إني دأبي عادة كتلكتان أو أي برطان إني جيب كوذا وحكب حيان وحنو قصد دم بيسي إنو إلهي لحداد صدقات كموجسار مركة وحب حينيسان نمعئي وناقبا كجراء هديسة أبقارسان أو فقرر أصيسان تاساسا كخير بضان ألانو حو إذن كقطعف يا قففكيني قلدات كينة والله بما تعملون خبير. إلهي نوح سمين سان خبير بوكيهي ليس عليك هداهم يان وحب الله سيمبو دهي نبيك إلا أهل كتاب إلا ذاتك أهل كتاب كما هني ذاتك أهل الدين كما هي صدق عدك لها سينينا ليس عليك هداهم بوسود جي إلهي ليس ما أهاني الرسول كي الله عليك دشا هداهم هنون كوذا ولكن الله لكن سإلهي با يهدي هنوني من يشاء قفك أضانه إلهي عد الله لا عدي أودانا أسجى هنونية أذى كنون كودة كركع ما أهانن وما توفقوا وحد نفقيسان أو أب حسان أو من خير خير فلأنفسكم نففيالك نبيوصون قنيسا نففيالك ناكو انتفاع يصدق أب حنيسان وجاذ ربي سبحانه وتعالى إن أبالك إذا إذنك أو إذن سينايو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها إنت صوبان وحيت الماميسا صدقادا أم بحينينو درس كان أن وناجينينو مساكين تان أن أوح قبانينو إنت صوبان نفع أذي كوصو نقونا يئنو يهي وما تنفقوا وحي أب بحسان أو من خير خير أهف لأنفسكم نفذ يلكينو أسرنا ذي وما تنفقون من أنفقين نيسان أو أبحن نيسان معناها أبحنين إلا ابتغاء وجه الله ضلب أضل بيسان إله وجهي سماهني إن أتكوه شان راضي أها شأل إن أتكوه شان جنة يواناك إلا ابتغاء طلب أضل بيسان أولجيدان وجه الله إله وجهي سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا وحي أب نفقيسان أو أب بحسان أو من خير خير لعك كلية معها وحوال بأ وناك وجهك هذا ضدك وحقوق قبطه هذا وحقوق بسماهي هذه قف قير إيميل وقاري ويا أب قارسيسو كربئي وحي سكأت كقاضه وما تنفقوا وحي أب بحسان أو من خير خير هنتئ حولاء كلمة طيب يوفى إليكم والذين أوفنيا حقين والو أوفنيا أوح إذن كد يعمى يا معها وأنتم أذنكوا لا تظلمون الذين ظلمين وأنتم لا تظلمون الذين ظلمين مايو وحي أبحثتين يوحد كسبتين يوحي خيرات قبتين وح أب يعمى يا أنا أدويني سان أو إذن كرما يا معها للفقراء فقراء سيئة بنير تصيب يري إلى سبحانه وتعالى صدقاتك وحد سيسان فقراء الذين كواصوا أحصروا لشري لحبسي في سبيل الله إلهي جدك صلى الله حبسي إلهي جدك سي جهادك إي الدين تأي الصلاة إي أخر القرآن كي كجران لا يستطيعون أن أبو ذكرين وأن أبو ذين ضربا قراعتان إي السفر إي الصعش في الأرض أرلبي كسعلان إنه مد وطن تقان وأي بشكة سوقاذان تجار وطن كلا أي كينان أي كوغان عصادان إنه مد وطن كلا تقان بر أي كسوراران بريس يباستي كسوراران إنه وحيابها سمياني أدون كسا أغو قراعاني أغو سعوان تجار الدرتد ما أوذي كران وافقارو وحي هيستان مالها وردن يرتا وحكسي جدك اللكو حبسان لا يستطيعون أن كريكرين ضربا قراعتان إيا سفر في الأرض قلك أي كسفران سئي تجاري قنعسي أراد سذان يحسبهم وحو أم لين هي الجاهل مدك الجاهل كأغنياء وهضناء
كو تاجرين اه ايو مودا يا يحسبهم الجاهل جاهل كوحو امالين يا ددكا ان هانتده هيسنين اغنياء كو ديقتون سببت محيطه ومن التعفف دورسان انت درتين وباهن يهي مقراعا مقبين عشان قرقي سمطالو ننك جاهل كا غنب امالي واي متروك سنايو باهبا يهي سكوده مايو مردي ساعت امامدي ساعت كبه ساعت جركي سائفايا وحي امالين هيان تعفف كي ارسنان تكجر درتيد ندك جاهل كا اني غنيال يهين تعرفهم واد اقون سنيسا او وحالك فهميا بسيماهم علامات هود علامات كي ليهين يا ددك لغو فهما لا يسألون الناس ددك مسؤالنا يان الحافا يعني برير انت اصو بحان اي كل عليان ضدك سؤاشا كبضيان ساوح اموي ديستان لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا وحي اب بحسان او من خير خير فإن الله إلهي به شيء خير كاب بحسين عليم الله كعلم بضنواي ادبا لو قسو العلينيا ضمان اني تهيبا لغوت المامايا ألا أكتي سي بنجي الرحمن كإنات كشبتا لغوت المامايا رسيد في عنون لغا قيانين إنات هيستا لغوت المامايا بقر عادل وأكتي سأن لغو قدين إني كويالان أكتي سأي كويالان وحد بحستا لغوت المامايا عيد وحي تلماميسا فقرة بن يرتاء وأبو هريرة إرق الله مكة وحيو يري وحان كل عجيري انت قد حيسا منبر كالنبي يقولي عائشة باهي درادت مد با إيمانا مركاسو مدح يغا استاغيا وليا كانو جنو الواي مركاسان لي ما بي من جون ورواليه ومسكنا ما بي إلا جوع باهي مي وحكا لإما هيسو رقا سرجوغ صلاة كبي عجري باهي درادت ولا ليال استاغو كدعيا باهي درادت مركاسا مركو رسولك صلاة كبحو إلي ركتو دي يجبتو دي مغلهي وليا هاي هدي أد أغان لهايذين فضلغا إيا وناغا برواقضة أبل قدك إلهي أكتيس إذين ياله وحاد جعلان له إذين فقرق الإذين زياديه لكن أنه أدبان ونعبنهي لكن مركو أد كاغسي بطانا لبكيسو مركا ليهي أبو هريرة وحويري وحن فدي سنه جدك مسلمين تصومران مركز تأوقف صومرانا وحن سؤال يا آيات صدقة تلماميسو موان أقانا آيادة أو إنان علمي رادسنا يماءها وحان ربا إن لي قرطو وحو ديدا يا باهبا يسوى حسيا إنو دهو سيدة إلهي تلمامها يو تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا إلحاف نمكم ويديسنا يان الفورنمي الككر نمكم ويديسنا يان مساكين تمان تجوكتو كالي جيب كاغو إني أبعاني كعيانو لباتيكو قرسيان بيسيقا يان مركا قبل كميدا هداد سي سبقل شنقاربا كوكوسو طورا مكازا مسكين او كبها محقين وقينا وحان انتو وجيه كاكسو طورا سيدا يدرتد رقا فيريا رقا واسو حديث كتل مامين ليس المسكين مسكين معها متكدد كدور سدي الباب دا استاغا اي تمر اي لبا تمر لقمد اي لقمد لسيه عليسو لكن مسكين كحقيق دا ومتك آموسا اي اندتك ويديسني او ان لفهمين هدي لفهم لها والله صدقيسا لها ابو هريرة وحو يري ددك وحن ويديسنا يي سؤال وحبحنت كصابسا وي اي جواب هيان او ايدي بي اي اخرنا يان وين ايغا دقاقا يان ابو بكر با اسومري عمر با اسومري كل ساسو كالي إلا النبي محمد إصومري صلى الله عليه وسلم نبي وحو قرتي أجيدري أبا هريرة صبح بو إيري قريق أيو إيجيي بكيري عاناء وصن هرين أوغين أياميس كسارنا غورميلا كينا يانا كينا بو إيري واحد ديت قبر دي رير أنصار ذا أهيد إرير مدينة مدك مدعا أيا كوسو هدييسي نبي مرك هدية الله كينا وحنا واكا عني جري أهل السفر وحبو كسين جيري هدي لكن صدق الله كينو وحبك متابن جيرين رير أهل السفر ودري جيري أبو هريرة وحو بار رسولك وحو إير أبا هريرة بح أهل السفر لن إيغو صوير إيسو وع إنو عانها سيودوني أبا هريرة وحو رهضل كوائح ميي سببت وحيتهاي أهل السفر محوك ديقيا كوب كان عانها
anaa fiicnaa inaan cabitaan aan ku xoogaysto, waayo baahi adag baa haysay. Amarka nebigana waa laabudoo lama diidi karo. Intaa waxaa iiga darnaa buu yidhi, hadday ahlusufay yimaadaan anuu qaybi idhaha, haddana wamaa casaabi, maxuu mudan inuu iga soo gaaro haddaan qaybiyo, qaybiyo wuu qabaaye. Waa baxayo raggii buu soo wacay, abaa hurayra galaaska caana qaadi qaybi, waad tuu ka baqaysa maaha, mid buu siiyaa, waa dharga wuu soo celiyaa, kii kaluu siiyaa, wuu dharga wuu soo celiyaa, koobka caanaa weli waa sidiisii. Dhammaan way wada cabeen. rasuulkan u keenay buu yidhi, abaa hurayrow anii adaa harayso maa? Qaala nacam, haa yaa rasuul allah, ijlis ee cab buu yidhi, fadhiisee cab. waa fadhiistay wuu cabay, wuu soo celiyey. rasuulka allow bas waayo, ku darsaa la yidhi mar labaad cab. wuu cabay, wuu soo celiyey, yaa rasuulallah bas waayo, ku darsaa la yidhi haddana cab. ilaa uu yidhi, laa waladii bacaka bilxaqi, rasuulkii allow maya, macbuudkii xaqnimo kugu soo bixiyaan ku dhaartaye meel qaadama haya buu dhahay caanihii. rasuulku wuu qoslay sala alayh wasalam. intaas kadib buu bismillaahi dhahay, nebiguna cabay wixii ka soo haray. marka raggaa wax siiya, fa ina allaha bihi caliim. alladiina, kuwii yunfiquuna nafaqaynahaya amwaalahu, maalalkooda, dadka xoolahooda bixinaya, billayli waannahaari, sadaqada wakhti ma laha, habeen iyo maalin way socotaa, siran wa calaaniya, si sir ah iyo si muuqata labadaba u bixinayay, wa calaaniyatan, falahum waxay leeyihiin, ajruhum ajirkooda waxay ku leeyihiin, cinda rabbihim rabbigood agtiisa, walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma aha, walaa hum yaxsanuuna mana aha kuwii murgoonaya buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala, ma cabsanayaan mana murgoonayaan. waa dadka xoolaha intay bixiyeen, haddana habeen iyo maalin bixiyey, sirri iyo si muuqata u bixiyey, ajirkooda alla agtiisay ku leeyihiin, mana baqayaan waxa ka horeeya, mana murugoonayaan waxay markaa ka tegayaan. alladiina ya'kuluuna ar-riba, meeshaani waxaanu ka gelaynaa ribada iyo dhibaatada ay leedahay, waxaana loo baahay inta layska ilaalin karo ribada in laga fogaado. alladiina kubi ya'kuluuna cunahayay, arribaa ribadana, laa yaquumuuna kama soo istaagayaan buu yidhi ilaahay qabriga marka laga soo baxahaya, ilaa kamaa yaquumu, ilaa suu u soo kaco uu u soo istaaga oo kale maahane. alladii midka yatakhabbatuhu shaytaanu, shaydaanku uu ku taabtay, min almassi waalida, mid asagoo dhan waalan oo dhacdhacahaya suu u socdo oo shaydaanku waalida uu ku taabtay oo kale, kuwaasay rubisaar cunayaalka iyo dadka ribada cuna saasoo kaley u soo baxahayaan, min almassi. daalika arrintaana waxay tahay, biannahum ay bisababi annahum, ayagu ahaasho ay ahaayeen sababteeda, qaaluu kuwa yidhi, innama albaycu, beycu mithlu ribaa, waa ribadoo kale, haddii beeca la xalaaleeyey beycu diintu ogolaatay, ribada iyo beycu waa isku mid, ayay yidhaahdeen. qaaluu innama albaycu mithlu ribaa, ilaahay baa u jawaabay oo yidhi, wa axalla allaahu, ilaahay ayaa xalaaleeyey, albeeca beeca, wa xarama ribaa, ribadana ilaahay baa xaaraamtinimay subxaana wa tacaala, beecu waa xalaal oo ilaahay baa xalaaleeyey, ribadana ilaahay baa xaaraamtinimeeyey, beeca waxaa loo xalaaleeyey waa maslaxada dadka, waa shay nafci ugu jira, ribada waxa loo xaaraantinimayna waa dhibaata iyo rafaad iyo kadid bay ummaddu ku tahay. faman jaa'ahu, qofkay u timaada, mawcidatun wacdi iyo waano, oo min rabbihi, rabbigii xaggiisa ka ahaatay, oo fantahaa, ka hara oo ka joogsada, falahu maa salafa, wixii tegay ayuu leeyahay, wa amruhu amarkiisuna, ila allaahi, allah loo celin. waman caada, qofkiisa dib ugu laabta ribadii markii wacdigii iyo waanadii iyo aayaddii ay timid kadib, fa ulaa'ika, kuwa asxaabu annaari, naarta asxaabteeda waaye, hum ayagu fiihaa, naarta gudaheeday, khaaliduuna kuwaarayaan. yamxaqu allaahu arribaa, ilaahay ribada wuu tirtiray oo barakaduu ka qaaday, wayurbi sadaqaat, sadaqaadkana wuu koriyey subxaana wa tacaala, wayurbi, wuxuu barbaariyaa ilaahay uu baqiyaa, asadaqaati, wallaahu ilaahayna, laa yuxibbu, ma jecla, kulla kafaarin, kaafirnimo badana dhammaantii, afiimin oo dembiila ah.
ilaahay ribada barakadu ka tirtira subxaana wa tacaala, si kasta ha u badato, meel kasta ha kaagaha kaa taalo, say kasta u hel, baraka ma laha. Yamxaqu llaahu, ilaahay wuu tirtirayaa arriba, ribada barakadu ka tiraa, wayurbi, wuxuu barbaarin ilaahay uu badinayaa, alsadaqaat, wallaahu ilaahayna laa yuxibu, ma jecla kulla kafaarin kaafirnimo badana dhammaantii afiimin ee dembiila ah, in alladiina kuwi aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay, alsaalixaati acmaalaha suusuuban ee wan wanaagsan, oo wa aqaamu salaata salaada oogay, oo wa aatau zakaata zakadana gutay, lahum waxaa u sugnaadu ay leeyihiin ajruhum, ajirkoodu cinda rabbihim, rabbigood agtiisay ku leeyihiin, walaa khawfun cabsina calayhim korkooda ma aha, walaa hum yaxsanuuna kuwa murgoonayana ma ahan, buu yidhi ilaahay, ee yaa ayuha alladiina kuwii aamanuu alla rumeeyeyow, ittaqullaaha alla ka cabsada, oo wadaru isaga taga, war ka taga oo dhaafa, maa baqiya wixii baaqi noqdo, haraam noqdo, oo min arribaa ribada ka mid ah, in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniin ah, oo rabbi rumaysan, ribada faraha ka qaada. Fa in lam tafcaluu, haddaadan samayn oo arrinta aad joojin weysaanna, fa'danuu ogaada, bixarbin dagaal inuu idinku soo socdo, xarbigaasoo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatii, wa rasuulihi rasuulkiisa, ma sahlana qofku rabbi yidhi amaa la xarbinaayo, alla rabbiyaa iska celin kara, ilaahay yaa la dagaalami kara. Fa'danuu bixarbin dagaal oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday, u diyaar garooba oo ogaada, iyo wa rasuulihi, wa in tubtum haddii aad towba keentaan, mafalakum waxaa idiin sugnaaday, oo aad leedihiin ru'uusu amwaalikum maalalkiina ru'uustooda, rasumaalkiina ayaad leedihiin, intay dadka wax u daymiyaan baa markii bishii la gaariyay wakhtigii mawcidka oo ay bixin waayaan mudda loogu darayaa, wixiina waa la siyaadinayaa, war intii maalkiina ru'uustooda ahaa uun baad leedihiin. Laa tadlimuuna wax dulmin maysaan, walaa tudlamuuna idinkana laydin dulmin maayo, idinkana wax laydinka dulminayo, laydinka nusqaaminayo ma jiro, idinkana waxa dulminina. Qofka aad wax u daymiso haddii muddadii uu bixin waayo ribaha dul saarinee, wa in kaana haddii uu ahaaday midkii deynta lagu lahaa, duu cusratin mid culays u saaxiib ah, duu cusra cusri iyo culays ayuu u saaxiib yahay, oo xilligii deynta uu bixin lahaa ayuu gabay oo waa bixin waayey, fa nadiratun nadira iyo sugitaan baa korkiisa ahaatay kii deynta lahaa, inuu u kaadiyo ilaa maysaratin ilaa makaanu fudeed uu ka gaarahayo, ilaa maysara iyo sahal uu ka gaarahayo. Wa an tasadaquu inaad u sadaqaysataan, ood ku sadaqaysataan, ood iska saamaxdaan, ood iska cafisaanaana, khayru lakum idin khayr badan. Intaad 24 saac ribo aad dul saari lahaydeen, wax culus uu bixin waayo ilaa uu ka dhinto, cimrigiisu dhammaado, deyn dushiisa ahaato, madaxaa ku furta noqoto, intii aad dusha ka saari lahaydeen iska cafiyo, iska dhaafa, ama se suga intii makaanu sahal uu ka gaaro. Wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan, ood isaga sadaqaysataan deyntii, ood ka cafisaan, waayo qofkii qof muslim ah kurbahaysay ka fayda, ilaahay baa kurbo adduunitu aakhira ka qaadaya. Saa darteed buu ilaah yidhi, wa an tasadaquu khayru lakum in kuntum taclamuuna, kuwa og haddaa tihiin, wattaquu ka cabsada, yowman maalin, turjacuuna laydiin celinayo, fiihi maalintaa gudaheeda, ilallaahi alla xaggiisa, thumma intaa ka bacdina, tuwaffaa loo oofinaayo, kullu nafsin naf kastana maa kasabat waxay kasbatay, wahum laa yudlamuuna aydoon la dulminay, ayagoon la dulminaynin qof kasta wixii uu kasbaday la siinahaya, falaa yakhaafu baksan walaa rahaqan xadgudub iyo dembi uusan samayn in dusha laga saarana ka baqi maayo, wax uu shaqaystay in laga gooyana laga cabsan maayo maalinta. Wattaquu aayadda waxaa lagu tilmaamaa ama la yidhaahdaa waa aayaddii ugu dambaysay qur'aan soo degay, wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allaah thumma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yublamuun, qur'aan ka dambeeyey ma jirin. Yaa ayuha alladiina kuwii
آمنوا إله رميييو إذا تداينتم مركض وحسكوا الديمين إنسان بدين دين دين كاسو إلى أجل وقت انت لغا جاره مصمم لما عابي او وقت جي هبل اياد بحين سادين تلي سيرهدو فاكتبوه قرا مركاد وحس كتي من انسان دين الى اجل مصمم انت وقت لما عابي لغا جاره ين الدين تو اي تهي فاكتبوه قرا وليكتب هقرا الدين بينكم مد بينكينا اهاذي كاتب او كرانئة مد كاتب هو قرال كآت أغفي عن بالعدل سي عدالة أهك قرى ولا يأبى يوسن ديد كاتب مد كاتب كوح قراغة أن يكتب إنو قرى كما علمه الله سو إلهي أبري إلهي با كتابة بان إي قرال كان بري ضدكوا إنو أكل قرى كما علمه الله فليكتب ها قرى كاتب كواليملي للذي كين هميريو وها أُيِّر يوحو قري لها عليه دشيس الحق حق أها لبضى قفرات وح اسكد ديمسي وحاق ييرينهي وهذا الكلقات بقي سنة يأكل وح لو ديميي أنو هبل هبل أ هبل هبل وحقو إي ديميي وأنك أمه صدي ساعد هبل إي تاريق هبل لعك إنت إي إنت جاريسا ساسو كلو أرانيا واليمل للذي كين هميري عليه كركيس الحق حق أها وليتق الله ربنا هكا عبس إلهنا هكا عبسضو ربه ربك حال أويهي أو ولا يبخس يوسن كمسقامين أوسن كبخسين منه دينتي حق إذا شيء وحبا هل من ين أيضو آي أهيد يوسن لهن سقال بقول أي أوكن أي العقتو هاي اللي يقوليه هل مليون إيا بربا لو ديمي يوصن لهن هل مليون با لئي ديمي ولا يبخس منه شيئا فإن كان هديئو يهي الذي مدك عليه كركيس الحق حق يهي مدك أسجد الدين تلقو ليه يهي هديئو يهي سفيها مد سفيه أه أو دقن أه مد سفيه أه أو منقاب أه أو ضعيفا أما مد ضعيف أه تبردرا أو لا يستطيع أما أوسن كري كرمب أي مل إنو ييريو ننكي دينتا لغولها إنو ييريا للربا هدو سفيه يهي أما ضعيف يهي أو لا يستطيع أما أوسن كري كرم أي مل إنو ييريو هو أسغا فليملل ها أييريو أو حميرنا يودينتا شيغا هيا وليه وليغيسا ننكا وكيركا كأه أيا بالعدل سي عدالت أهكو ميرنايا واستشهدوا الشهيدين مرقاتي أغادق الدين تمرك اللي قره أيو شهيدين لبن مرقاتي أو من رجالكم رجينا كمتع لبن من أورك أهم مرق قعانو دين تمرك اللي قره أيو لبن من مرقاتي هلو أغادقو ورقدي هلو قره واستشهدوا ومرقاتي قلي شهيدين لبن مرقاتي أو من رجالكم رجينا كمتع فإن لم يكونا هديسا أهان أولو أيو رجلين لبن فرجل نن ايا مرقاتي نقونا يا اي وامرأتان لبن اغوت او بوثك حلقا نن كمقن يهي لبقى بود با لغو بدليا او ممن ترضون كو آت اغاق نعسنتهين رالين آت اغاتهين كمد من الشهداء حق مرقاتي كعا ناق والبمئه وا ممن ترضون من الشهداء سبب تبوثك ننك كمقن يهي لبقى بود لغو بدلا وحي تهي ان تظل هدي إلو ذي بمصو إحداهما لبضي ناغوت مرقاتك عي متك مت أهفة تذكرة وإني حصوصتا إحداهما الأخرى لبدو ذاتي دنب مد هدي إلو ذاتك لإني حصوص ناتو ومرك اللغو كبو ولا يأبى يوسن ديد الشهداء مرقاتك إذا ما دعو هدي لو يارو كالي وحدين بالقرية دبا وحسكو ديمنا يا مرقاتي نقضى هدي ليدين له شهدي هديدين ولا يأبى يوسن ديد الشهداء مرقاتي إذا ما دعوا هدي لو يرو ولا تسأموا هنا كنوغنا أن تكتبوه إن القرطان دينتي صغيرا أو كبيرا يران يبضنان انتبه أما هيرات أما هبضته إن الدين تقرطان إلى بني آدم كمستحديث وإسك ضعيف
way iloobi kartaa. Saa darteed baa warqadda iyo qalinka in lagu qoro yaa ilaalin iyo dhowrnaasasho badane. Walaa tas'amuu, ha ka nuugina dadow an taktubuuhu, inaad qortaan daynta, sagiiran, wax yar aw kabiiran ama wax weynba. Hal milyan iyo boqol milyan marka la qorayo laysku dayminayo, isku si markaa u qora ilaa ajalihi, waqtigiisa intii laga gaara daalikumkiina ayaa aqsadu toosnaasho badan cinda allaahi alla agtiisa. Wa aqwamu ayadaa habboon oo ku fiican lishahaadati, xagga marag furidda waa in la qoro. Wa adanaa ayadaa u dhow allaa tartaabuu, inaydan shakinin. Shaki ma imaanaye buugii unbaa lala soo baxayaa, war meeqaad igu lahay, wallaahi ma ogi intuu madaxa xoqdo. Kii wax loo daymiye waaba dheeshiisiiba, wallaahi anigana ma ogi buu leeyahay. Intaysan saadicin in ha yaraata ama ha badnaatee la qoro ilaa waqtiga yaa aqsad ahoo fiican cinda allaahi alla agtiisa. Wa aqwamu ayadaa ku toosnaasho badan lishahaadati, xagga marag furka. Wa adanaa ayadaa ugu dhow allaa tartaabuu, inaydan shakinin ilaa an takuuna, inay tahay maahana tijaaratan, tijaare iyo wax kala gadsi, xaadiratan, xaadir ah. Waxa aan la qoraynin, waxa la qorhayo ama waxa la kala qaadanayo haddii ay tahay tijaaro, xaadir ahoo markaa goobjoog ah. Tudiiruunaha, aad isku wareejinaysaan, baynakum dhexdiina, oo aad isdhaafsanaysaan. Meeqa waaya loorkaa sokorta ah? Waa shan boqol. Si loorkii sokortaad u soo dhigtay, lacagtii buu bixiyey. Hadday xaadir saasoo kala tahay, oo tudiiruunaha, aad isdhaafsanaysaan, baynakum dhexdiinad isku wareejinaysaan, falaysa calaykum junaaxun, korkiina dembi ma aha, allaa taktubuuha, inaydan qorin. Taa haddaad qori weysaan dhib kuma sugna. Laakiin midda kale ee deyntii la kala qaadanayo, taa waa inaad qortaan allaa taktubuuha. Wa ashhiduu, markaatiyeeya ayada laftigeeda, idaa tabaayactum, markaad wax kala gadanaysaan. Waxyaabaha waaweynka sida guryaha iyo gawaarida maanta la isticmaalaa oo marag loo sameeyaa inta kale, laakiin dadku way iska fududaystaan. Wa ashhiduu idaa tabaayactum, markaad wax kala gadanaysaan markaati sameeya. Walaa yudaara, la dhibi maayo oo yaan la dhibin kaatibun, kaatibkii karaaniga wax qoraya. Walaa shahiidun, iyo midka marag furaayaba, qor tir, qar tir ha dhihina. Shahiidkii markaatigana yaan la dhibin. Wa in tafcaluu, haddaad samaysaan oo aad dhibtaan kaatib wax qorayii shahiidba, fa innahu fusuuqun, waa faasikhnime, waa taaca ka bax waaye xaaladdaa bikum idinkay idin tahay. Wattaqullaaha, alla ka cabsada subxaana wa tacaala. Wayucallimukum allaahu, ilaahayna wuu idin barayaaye. Wax kastoo cilmi ah oo aad u baahataan buu ilaahay idin barayaa. Ee ilaahay ka cabsada, wallaahu ilaahayna bikulli shay-in, shay kasta caliimun, alla ku cilmi badan buu ahaaday subxaana wa tacaala. Ilaahay shay kasta caalim buu ku yahay. Hadday xaadir tahay oy ganacsi oo markaa la kala gadanaayo, dhibi markaa kuma sugna, waxba la qori maayo. Laakiin mar kastoo wax la kala gadanaya marag sameeya buu yidhi ilaahay. Xaaladdaasaa la tilmaamayaa, idan dayntu waa inay saa ahaato, waa in habkaa loo qoraa. Qolaa waxay dhaheen, wax saas u sii weyn ma noqonaysa, way iska fiican tahay, balse haddii layska daayo. Xataa qaar baaba tilmaamay inay nasaq tahayoo, fa in amina bacdukum bacdan bay leeyihiin, haddii qaarkiin qaarka kale uu aamino, falyuaddi alladii tumina amaanatahu, waa dambe la qorin oo markaa la is-aamino. Idan dadka muslimiinta mucaamalaadka saasaa loogu talagalay, waa in diin haddii la kala qaadanayo muddadeeda la qoraa, waa in khayrkii wanaagga lagu dadaalaa, waa in qofka diinta lagu leeyahay yeeriyaa, haddii waa in laba markaatiyo ragga la sameeyaa, haddii laba nin la waaya booska ninka ka maqan yahay laba gabdhood baa lagu bedelayaa. Xaaladdaasoo dhan baa ugu fiican uguna khayr badan sida ilaahay tilmaamayo. Wattaqullaaha, alla ka cabsada. Wayucallimukum allaahu, idan ilaahay markaad ka baqdaan buu alla cilmi idin barayaa. Cilmiga waxaa lagu bartaa alla ka cabsiga. Aayadba markaad fasiirkeeda ogaata, ku dhaqan cilmi baa ku ziyaadaye. Cilmiga in la barta keliya ma ahee, ku dhaqankaa cilmi la yiraahdaa, alla ka cabsigaa cilmi la yiraahdaa. Cilmigana alla ka cabsigu ku bataa. Wallaahu ilaahayna bikulli shay-in, shay kasta iyo wax walba caliimun,
عالم بو كو يهي وحوال با إلهي قنتو ذا أيو أغ يهي ضدو شي والبا بعدمو إلهي أغ يهي دذالو وحد سميني سان وحفي عن كدكتا سي إلهي خير بدن إذنسي سبحانه وتعالى أوامرت ألنا كد ذالة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.